شأن آخر، يقوم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية بزيارة رسمية لدولة الإمارات اليوم، تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية. وتعد هذه الزيارة الثانية خلال عام، حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 من نوفمبر من العام الماضي، وعقدت إنذاك جلسة محادثات بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، ويقوي رواتبها إدراك قيادات البلدين طبيعة المرحلة الحرجة والتي تعيشها المنطقة والعالم. وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها ورعاية مصالحها والدفاع عنها. للمزيد ينضم إلي هاتفيا من أبو ظبي تاج الدين عبد الحق، رئيس تحرير شبكة إرم نيوز الإخبارية. يعني سيد إرام، بعد التحية، أن يزور ولي عهد دولة الإمارات هذا أمر طبيعي، وأيضا لكل زيارة سياق، في أي سياق ممكن أن نضع هذه الزيارة؟ الزيارة جزء من الشراكة الاستراتيجية التي ربطت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سنة 1974، والتي تصاعدت وتيرتها بقيام مجلس التعاون، ثم توجت بالعلاقة التي نشأت مع مجيء الملك سلمان بن عبد العزيز والتحالف بين البلدين في مواجهة الأزمة اليمنية. هذه الشراكة هي شراكة متصاعدة ومستمرة ومستقرة، وتعززها شبكة من المصالح الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية بين البلدين. يعني إذا نظرنا إلى الشراكة التجارية على سبيل المثال، خلال السنوات الخمس الماضية كان حجم التجارة المتبادلة بين البلدين 113 مليار دولار. في هذه السنة بالذات كان هناك تجارة متبادلة غير نفطية بقيمة 29 مليار دولار. ويضاف إلى ذلك أن البلدين شكلا في مع مصر بالتحديد ومع البحرين وإلى حد ما الأردن محور أمان للنظام العربي الذي زادت أهميته بالضعف الذي تاب العمل العربي المشترك بسبب التطورات التي شهدتها المنطقة العربية في أعقاب ما سمي بالربيع العربي. فلذلك يعتبر العلاقة الوثيقة بين الإمارات والسعودية من مفاتيح النظام العربي في هذه المرحلة. طبعا الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد بشكل خاص تطورت علاقاتهما الثنائية وأخذت بعد يعني شخصي إلى حد كبير. فالعلاقات بينهم أظهرت أن هناك كيمياء مشتركة تجمع بين القيادتين، ولذلك فإنه هذه العلاقة الشخصية أكسبت العلاقات الثنائية والعلاقات السياسية زخما إضافية. طيب أستاذ تاج، السعودية والإمارات قطبان مهمان في إطار مجلس التعاون الخليجي، فهل نتصور أن لهذه الزيارة تركيز على ملف تقوية الأوصار بين دول المجلس؟
طبعا احنا على اعتاب اجتماع مجلس التعاون الخليجي، قمه مجلس التعاون الخليجي. ونعلم ان هذا المجلس يعاني منذ سنوات حاله من الضعف في 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 عمل مؤسساته بسبب الازمه القطريه. ولا شك انه الوجود علاقات بين قويه بين الامارات والسعوديه والى حد ما البحرين يخلق نوع بديل عن العمل الخليجي المتوقف نسبيا، ويخلق بديل يمكن ان يوقي على حيويه العمل الخليجي المشترك. طبعا القمه الخليجيه القادمه لا واضحة واضح ما إذا كانت تشهد انعتاق من بدال الأزمة الحالية، لكن وجود عمل خليجي وتعاون بين دولتين كبيرتين في مجلس التعاون يعطي الضمانات بأن العمل الخليجي سيبقى أحد الركائز الأمن الإقليمي والاستقرار في الأرض. نعم، الأستاذ تاج الدين عبد الحق رئيس تحرير شبكة إم نيوز الإخبارية، كنت معي هاتفيا من أبوظبي، أنا بشكرك شكرا جزيلا. وفي الشأن اللبناني، مشاهدينا، عزز الجيش اللبناني انتشاره في بيروت وقال إنه تعرض لإلقاء قنبلة يدوية على عناصره في طرابلس من دون أن تنفجر. وقال الجيش القوات اللبنانية اعتقلت 4 أشخاص في طرابلس بعدما حاولوا مهاجمة مكتب حزبي وفرع لأحد المصارف، فيما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام عن وقوع عدد من الجرحى إثر مواجهات في بكيفة بجبل لبنان. وأكد قادة الجيش والأجهزة الأمنية في لبنان احترام حرية التظاهر بشروط عدم التعرض للاستقرار والسلم الأهلي والعيش المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع قادة الجيش والأمن بعد أن هاجم أنصار حزب الله وحركة أمل خلال اليومين الماضيين متظاهرين سلميين في عدد من المناطق بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي تدخل الجيش لفض تلك الاشتباكات. كان لبنان شهد مساء أمس صدامات واشتباكات عنيفة في مناطق متعددة، لا سيما في بيروت ومحافظة جبل لبنان وطرابلس، كان أطرافها من أنصار ومؤيدي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية، ومعهم مجموعات من أهالي عدد من المناطق والمدن. لمزيد من التفاصيل تنضم إلي عبر سكايب من العاصمة اللبنانية بيروت الإعلامية فاتن عزام. يعني أستاذة فاتن، بعد التحية، يعني ده نحن في صدد اليوم الثاني وربما 42 من الحراك في لبنان، ما الجديد الذي تري في المشهد؟ الجديد هو ما تحاوله أطراف السلطة ومن يؤيدها اختراق الثورة وكبت مطالبها والقضاء عليها. للأسف يعني طوال 42 يوما حاول المتظاهرون أن يكونوا سلميين دائما وأن يطالبوا بأحقية مطالبهم أو بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم، وانتفضوا لكرامتهم وعزة نفسهم ولحقوقهم في هذا البلد الصغير جغرافيا. ولكن ما يجري الآن هو أن ضيق أطراف السلطة ومن ذكرتيهم منذ قليل هم من يشرعون أو من نفذت
يعني صبرهم، نفذ صبرهم وانطلقوا لضرب المتظاهرين والثوار، وبالطبع إثارة الفتنة الداخلية عبر المشاعر الطائفية وإيقاظها من جديد في مناطق وشوارع لبنان، وهذا ما نرفضه جميعا في لبنان بعد انطلاق الثورة ومطالبتها بإلغاء الطائفية السياسية في لبنان، المطالبة بدولة مدنية على الأقل تلبي مشاعر ومطالب الشعب اللبناني. طيب أستاذة فاتن، يعني هل يعني المطالبة ب ب ب ب كما ذكرتي ب يعني إلغاء الطائفية من السياسة، هل لبنان جاهز لتغيير منظومة الحكم؟ الحقيقة الشعب اللبناني يطالب أولا بتصحيح أخطاء الحكم وليس مطالبة بإقالته أو إبعاده. الحقيقة إنهم لا يعملون جديا في تحسين الوضع في لبنان. المتظاهرون يطالبون بمحاسبة الفاسدين وبالقضاء على الفساد في لبنان وبإعادة الأموال المنهوبة وتحسين الوضع الاقتصادي المشرف على الانهيار كما تعلمين. نعم. فالأمر صعب ونحن أمام طريق صعب، يحتاج المواطنون في لبنان إلى الإعلان عن المشاورات النيابية الضرورية في الدستور لتسمية رئيس للحكومة انتقالية، وهي حكومة مهمتها الأولى إنقاذ الوضع الاقتصادي. هل هناك أستاذة فاتن أي أسماء مرشحة لتولي هذه الحكومة؟ هناك ما يتسرب عن الرئاسة والسلطة بتسمية بعض الأشخاص، بعضهم كمحمد الصفدي الذي رفضه الشارع والحراك اللبناني. نعم. لأنه طبعا يشارك بالفساد بمثلا الأملاك البحرية، وهي كما تعلمين طبعا هناك كثيرون متهمون بذلك، ومحمد الصفدي أحدهم. الآن يطرحون اسم الأستاذ بهيج تبارة الوزير السابق لرئاسة الحكومة، وهو كما يعلم الجميع أنه رجل دولة ورجل قانون بامتياز، لكنه يعني عمره تجاوز 90، وهو شخص لا يستطيع قيادة حكومة في هذه الأثناء في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. فهم يطرحون أسماء، الحقيقة يعرفون مسبقا أن الشارع سيرفضها. يعني على ما يستند الشارع في رفضه لهذه الأسماء أستاذة فاتن؟ يعني بعض التقارير ربما يعني تقول أنه من الممكن، يعني بعض التقارير أشارت إلى أنه ربما تستبشر خير في وجود في اسم مثلا الصفدي. على ما يستند الشارع والحراك لرفضه مثل هذه الأسماء؟ أولا سهل في لبنان معرفة من هم متورطون بالفساد، وهذه الأسماء التي شاركت بالفساد والتغطية عليها والمشاركة بها بشكل أو بآخر معروفة، و بالضبط يعني سهل أن تعرفيها وأن تلمي بمشاريعها وتعرفين ما هي مواردها وعلى ماذا تسيطر. مثلا محمد الصفدي اشترى المتر في زيتونة باي بأرقام بسيطة ويؤجر كل محل ب10,000 دولار فيما اشتراه برقم صغير لا أذكره بالتحديد. ولكن هذا ليس فسادا برأيك، انه الفساد يعني يبدا من الاشياء الكبيره. الاملاك هي ملك للناس وليست ملك لاشخاص امتلكوها على مدى اعوام وحصلوا منها موارد ماليه
فإذا هذا هو الفساد بعينه. نعم. يستندون على وقائع. اللبنانيون يستندون على وقائع ويعرفونها تماما ويدركون ما هي خطورتها. طيب أستاذة فاتن، في نقطة أخرى، الرئيس عون يصر على تشكيل حكومة تكنو سياسية، وهي ما تتعارض بالطبع كما نعلم مع مطالب الحراك الذي يطالب بحكومة تكنوقراط. لماذا برأيك هذا الإصرار من قبل الرئيس عون في تشكيل حكومة تكنو سياسية؟ هذا الإصرار نعلم جميعا أنه أن وراءه طبعا الأمين العام لله السيد حسن نصر الله، هو الذي طرح أصلا فكرة الحكومة السيادية كما سماها، السيادية بما يعني أنه يريد أن يطمئن على وجوده داخل السلطة وعلى حركته، بما يعني أن حكومة تكنوقراط لا تفيده أبدا. السيادية تغطي وجوده وتحميه في الخارج كما نعلم، في ظل الضغوطات الاقتصادية والمحاربة له في المجتمع الغربي. فالسيادية أو التكنوسياسية كما تقولين، التكنوسياسية لوجود هؤلاء في الحكم ولمشاركتهم. أما التكنوقراط أو الخبراء أو المختصون كما يسميها الثوار، هي حكومة يحاولون أن يقولون من أين نأتي بالأناس الذين مؤهلون لقيادة أو للوجود في هذه الحكومة. هذا هراء، يعني هناك الكثيرون في لبنان ممن هم يتصفون بالكفاءة والنزاهة والأخلاق لأن يكونوا داخل الحكم. على ذكر الكثيرون في لبنان، الرئيس عون سيجري استشارات نيابية غدا، توقعاتك لهذه الاستشارات أستاذة فاتن؟ قيل أنه سيجري الاستشارات غدا، ولكن على كل حال يعني يبدو أن التأليف يجري في الغرف المظلمة، وكما تعلمين هناك تسميات سبقت المشاورات. هم يحاولون الوصول بحكومة يعني تريد ضمانة وجودهم إذا صح التعبير، ولكن كلنا سننتظر الاستشارات النيابية يعني فيما بعدها التسمية لرئاسة الحكومة. نعم، الإعلامية فاتن عزام، كنت معي عبر سكايب من العاصمة اللبنانية بيروت، بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا، سنستكمل هذه الجولة من الآن ولكن بعد هذا الفصل.
أهلا بكم من جديد. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بأن قنبلة صوتية انفجرت في منطقة الوزيرية الشمالية العاصمة بغداد دون وقوع أي إصابات. وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام عراقية أن عبوة صوتية انفجرت صباح اليوم قرب محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن منطقة الوزيرية الشمالية بغداد، مضيفا أن قوات الأمن طوقت مكان الانفجار وفتحت تحقيقا في ملابساته.
على جانب آخر، يواصل المتظاهرون في المحافظات الجنوبية بالعراق إغلاق الطرق الرئيسية، حيث قطع محتجون الطريق بين محافظتي الديوانية والنجف. هذا وتجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب على جسر رئيسي وسط مدينة الحلة بمركز محافظة بابل، كما أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيلة للدموع. في غضون ذلك، أعلن محافظ المثنى تعطيل الدراسة اليوم وغدا على واقع الاحتجاجات. يعني للمزيد هاتفيا ينضم إلينا من بغداد باسل القاضمي، الكاتب والمحلل السياسي. يعني سيد باسل، بعد التحية، كيف توصف الأزمة في بغداد حتى الآن؟ سيد باسل، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ باسل، وسنعود الاتصال به مرة أخرى. على جانب آخر، يواصل المتظاهرون في المحافظات الجنوبية بالعراق إغلاق الطرق الرئيسية، حيث قطع محتجون الطريق بين محافظتي الديوانية والنجف. هذا وتجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب على جسر رئيسي وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، كما أصيب عدد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيلة للدموع. في غضون ذلك، أعلن محافظ المثنى تعطيل الدراسة اليوم وغدا على واقع الاحتجاجات. يعني مرة أخرى هاتفيا ينضم إلي من بغداد السيد باسل القاضمي، الكاتب والمحلل السياسي. سيد باسل، هل أنت معي؟ حياكم الله وحيا قناتكم الموقعة وحيا أستاذ المشاهدين. أهلا بك أستاذ باسل. يعني أستاذ باسل، بداية، كيف تصف المشهد في العراق حتى الآن؟ سيدتي العزيزة، المشهد في العراق اليوم بأنه لا يوجد هنالك هدوء، هنالك غليان، هنالك مظاهرات عارمة. اليوم نشاهد أو نلاحظ بأن كل طلبة الجامعات والمراحل الأخرى يخرجون في تظاهرات، ونلاحظ ما يقارب 10 محافظات أن هنالك إضراب عن الدوام وعن الدراسة. وهذا يعطي مؤشر واضح بأن اليوم حتى الطبقة المثقفة، حتى الأجيال، أو يخرجون في تظاهرات ويعلوا أصواتهم لكي المطالبة بالإصلاحات والمطالبة بمحاربة. سيد باسل، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد باسل القاضمي، الكاتب والمحلل السياسي في بغداد مرة أخرى. مشاهدينا، فاصل ونعود لاستكمال هذه الجولة من الآن.